مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم الموجز. اختتمت أمس بالخرطوم المباحثات الرسمية بين دولتي السودان وجنوب السودان حول أبيي برئاسة محمد حمدان دقلون نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، رئيس اللجنة العليا للإشراف السياسي والإداري لمنطقة أبيي، ومستشار حكومة دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية توت كولواك، وذلك بحضور مبعوثه الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي السيدة هانا تيتا وممثلين للاتحاد الإفريقي والإيجاد. ووقع الجانبان بيان ختامي في ختام المباحثات، حيث وقع عن جمهورية السودان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وعن جنوب السودان مستشار رئيس حكومة جنوب السودان للشؤون الأمنية. وتجدر الإشارة إلى أن أعمال الاجتماع المشترك للجان العليا في دولتي السودان وجنوب السودان المعنية في أبيي استمرت لمدة يومين بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيجاد. أصدر مساء أمس والي ولاية غرب دارفور الجنرال خميس عبد الله بكر قرارا قضى بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية لمدة شهر قابلة للتجديد، وذلك وفقا للقرار تم حظر تجوال المواطنين من الساعة 7 مساء وحتى 7 صباحا. ووجه القرار القوات النظامية بكل مكوناتها والجهات الأخرى ذات الصلة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ. ناشد المدير العام الوزير المكلف لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالنيل الأبيض الصادق محمد عثمان خلال وقوفه على الخسائر التي خلفها الحريق الذي شب مؤخرا بمحل جيربك، ناشد الجهات المعنية بتوفير سيارات الإطفاء وتمديد خطوط وأنابيب المطافي بمناطق تجميع القطن داخل المحلج، كما وجه شركات بعدم استخدام جوالات البلاستيك في التعبئة تجنبا للحرائق، مشيدا بجهود إدارة الدفاع المدني ومطافي ربك وكنانة وكوستي. ومن جانبه أوضح مدير محلج ربك أن المحلج فقد كمية مقدرة من الأقطان نتيجة لهذا الحريق، وقد تمكن فرق الإنقاذ من فصل منطقة الحريق لحماية بقية الأقطان، شاكرا لكل الجهات التي ساهمت في إخماد هذا الحريق. نفذت حكومة ولاية القضارف مشروعا للسقيا الجوالة عن طريق التناكر استهدفت بها عددا من أحياء المدينة الطرفية التي تعذر وصول الإمداد المائي لها. وقال والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب إن حكومته تبذل جهودا كبيرة بمحوري الحل الإسعافي والجذري من أجل توفير إمداد مائي مستدام لمواطني مدينة القضارف. أما في الشأن الرياضي متابعينا، تأهل الهلال إلى الدوري القادم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بعد خسارته مساء أمس بهدفين مقابل هدف في المنامة البحريني في لقاء الإياب بالبحرين، وكان اللقاء الذهاب قد انتهى بفوز الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل. جاءت أهداف المباراة في الشوط الأول حيث تقدم ديفيد أباغنا للهلال قبل أن يعادل المنامة، ويتقدم في ذات الشوط عن طريق عيسى موسى وإبراهيم الختال، وسيواجه الهلال في المرحلة المقبلة الفائز من قطر أو من القطري والصفاقس التونسي. انتهى موجز الأخبار، أترككم في أمان الله وحفظه. في أمان الله.